لان هم دول لعيبه النادي الاهلي دايما دايما. لعيبه النادي الاهلي عينها على البطوله بس. وباذن الله النهارده ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق الفوز مش عايز اقول بقى ان هو من دلوقتي بيبص على البطوله كاس البطوله، لا احنا بناخدها في النادي الاهلي خطوه خطوه. نعدي ماتش النهارده باذن الله على خير ونكسب، وبعدين نبص للماتش الجاي ونبص لتصدر المجموعه. برضو المدير الفني لفريق المريخ السوداني اتكلم كويس جدا طبعا عن النادي الاهلي. طبعا هو طبعا الراجل عارف ان هو فرصه ما زالت موجوده حسابيا على الورق، ولكن منطقيا فيها صعوبه شويه او صعوبه جدا. فهو اتكلم كلام واقعي برضو. عايزين نروح نشوفه في التقرير هو قال ايه عن النادي الاهلي ونادي المريخ، وبعدين نرجع لحضراتكم مره ثانيه. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي والمريخ السوداني، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء مستر كلارك المدير الفني لنادي المريخ. مستر كلارك، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. توليت المهمة في وقت قصير جدا، قدرت تلم الأمور لنادي المريخ، قدرت تحقق فوزين في الدوري ثم هزيمة أمام فريق سيمبا ثم مواجهة أمام النادي الأهلي، شايف المواجهة إزاي؟ Thank you for allowing me to speak on your club TV channels. بشكركم على الاستضافة. هو عارف هتكون مباراة صعبة لكن مباراة قوية. احنا استعدينا في الاسبوعين الماضيين، عملنا معسكر والفريق ارتفع بشكل ممتاز جدا بدنيا وتكتيكيا. دي المباراة اللي انت عاوز تلعب فيها، عاوز تجرب نفسك ضد فريق الاهلي، فريق كبير واوريدي فاز بالبطولة دي 9 مرات، يعني فهو بطل النسخة الماضية ايضا. فدي المباراة اللي احنا عاوزين نجرب نفسنا ضده ونشوفه، هتكون مباراة قوية بين الفريقين. هو تولى المهمة في وقت قصير، لكن على الرغم من الوقت القصير اللي هو تولى في المهمة، لكن قدر يجمع اللعيبة. شفت علاقة الحب والتبادل الحب بينه وبين اللعيبة، سريعا اندمج مع الأجواء الأفريقية، خاصة دي أول تجربة أفريقية لمستر كلارك هنا في السودان. I enjoy my time here. The players have... انا صح جيت هنا وقت قصير، لكن كل الاجواء هنا يعني بتساعدني انه اتاقلم وانه احس كاني في بيتي. اللعيبه استقبلوني بشكل ممتاز جدا وبيتفاعلوا مع تدريباتي بشكل ممتاز جدا وروح ممتاز جدا. انا معجب جدا بالطريقه اللي بيأدوا بيها في المباريات وايضا في التمارين، فده كله مساعدني انه اتاقلم جدا على الاوضاع في افريقيا وفي السودان. مستر كلارك هو واحد من ابناء المدرسه الانجليزيه، المدرسه الانجليزيه دايما بتعتمد على اللياقه البدنيه العاليه والتنظيم، هل شايف نوعيه اللعيب الافريقي هتقدر تنفذ فكره او فكر الكره الانجليزيه اللي هو ممكن يطبقه مع فريق المريخ السوداني؟ Of course I believe they can do, they can have good organization. قال لك صح، هم مهم جدا انه يقدروا ياخذوا التنظيم وايضا الناحيه البدنيه، وانا متاكد اللعيبه بيقدروا بسهوله ياخذوا التنظيم والناحيه البدنيه كمان لما تضيفها للمهاره اللي عندهم والناحيه التكتيكيه، بتخلي الفريق في حاله جيده جدا. وده احنا منتظرين نشوفه ان شاء الله في المباراه القادمه قدام الاهلي. انا منتظر المباراه بفارغ الصبر حقيقه، دار اشوف الفريق بتاعنا واستعداده قدام فريق مميز زي الاهلي. اخيرا هو اتفرج على المباراه الاولى اللي جمعت ما بين الاهلي والمريخ في القاهره، ايه العوامل اللي شافها من وجهه نظره رجحت كفه النادي الاهلي انه يفوز على المريخ بثلاث اهداف؟ I have not watched this game because it's not important. قال لك انا ما اتفرجت على المباراه السابقه لانه الفريق تغير تماما من الفتره ديك. انا اتفرجت على المباريات الاخيره بالنسبه للاهلي، بالنسبه لي فريق مختلف، روح مختلفه، طريقه مختلفه بتاعت اللعب. فانا ما مهمه بالنسبه للمباراه السابقه، المهمه المباراه القادمه ومنتظرينها وهنشوف فريق بشكل مختلف امام الاهلي. اخيرا يرشح مين يكون بطل افريقيا هذا الموسم؟ بطل افريقيا هذا الموسم يرشح مين للبطوله؟ There is many good teams left in this competition. You have to play. لك في فرق كثيره لسه باقيه كويسه في البطوله دي، وانا يعني انت محتاج تلعب كويس، محتاج بعض الحظ. اذا اكيد الاهلي حيكون من المرشحين الكبار للبطوله دي، لكن احنا بنامل انه بكره نعمل لهم مشاكل في المباراه وننتصر ونصعب لهم التاهل.